مرحبا، اليوم هنتعرف مع بعض على فولكس فاجن تي روك يلي حصل على تحديثات. شو هي ابرز التحديثات؟ خلينا نشوفها مع بعض. من الخارج فينا نشوف اول شيء الواجهه يلي حصلت على تغييرات من خلال المصد، ونقلوا ال اي دي لايت اللي كان موجود هون بشكل بيضاوي وصار موجود بتصميم جديد. ايضا فينا نشوف شبك بتصميم جديد، هذا لانه السياره هي بفئه الار لاين وهي الفئه الرياضيه. اما من الجهه الخلفيه فينا نشوف تغييرات بالكامل على المصد، وهي من خلال هالاضافات اللي ضافوها على الجوانب، وايضا فينا نشوف فتحات العوادم يلي صارت ظاهره بشكل كثير كبير وهي مزيفه، واصروا انه تظهر من خلال وضع الكروم عليها. ليه يا فولكس فاجن عملتوا هيدا الشيء؟ حزمه الار بتبرز على التيروك من خلال شعار الار على الواجهه، على الجوانب، وايضا من عجلات بتصميم خاص لحزمه الار بحجم 19 انش. وايضا بنشوف اللون الاسود موجود على المرايا وعلى السقف بالكامل. التغييرات من الداخل بنشوفها اول شيء على المقود الرياضي يلي تم تزويد التيروك فيها، وازار التحكم عليه اللي تعمل باللمس، شعار الار اكيد موجود عليه، العدادات قدام السائق ديجيتال مثل ما شفناها بالجيل السابق. اما التغيير الاكبر فهو الشاشه اللي تم اخراجها من التابلو وعلقوها تعليق، ما بعرف شو هالعدوى اللي عم تنتقل بين الصانعين من ناحيه تعليق الشاشات على التابلو. حجم الشاشه 9.2 انش، واكيد بيتوفر لنظام الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وتعمل باللمس. نظام التحكم بالمكيف ايضا يعمل باللمس، وبتوفر مكان للشاحن اللاسلكي. عم نشوف ايضا الكراسي الرياضيه من الجلد مع شعار الار موجود عليها، فتحه بانوراميه، مكيف واصل للجهه الخلفيه، وايضا مخارج من اليو اس بي تايب سي. فينا نشوف التغيير على التابلو من الجهه العلويه يلي صارت مزوده بمواد طريه على عكس الجيل الاول او النسخه الاولى يلي كانت بلاستيك بالكامل. اما التغيير الكبير يلي طال فولكس فاجن تي روك هو ارتفاع السعر بشكل كبير. النسخه الاولى كان بيبدا سعرها من حوالي 75000 درهم اماراتي، النسخه المجدده بيبدا من 92600 درهم اماراتي. بفهم الاسواق والاسعار عم ترتفع، ولكن ترتفع 5000 10000 17000 او اكثر، اعتقد انه هيدا سعر مبالغ فيه. محرك التيروك ما زال نفسه، 4 اسطوانات 1.4 لتر بقوة 150 حصان، وعلبة غيارات من 8 سرعات اوتوماتيكية. انظمة السلامة والتقنيات العالية تتوفر بشكل كامل بفولكس فاجن تيروك. العزل يعتبر جيد جدا من ناحية الارضية، والصوت الهواء يعتبر عادي، ولكن أجهزة التعليق عم تتصرف بشكل جميل ومريح، خاصة على المطبات يلي منعد عليها، بالرغم من أنه مزودة بعجلات بقياس من 19 إنش. سبق وذكرت أنه سعر التيروك بيبدأ من 92600 درهم إماراتي، ولكن نسخة الأرلاين سعرها 143400 درهم إماراتي. أكيد الأسعار بتختلف حسب المواصفات الموجودة داخل السيارة، حسب الوكيل، وحسب الضريبة المضافة. أما بالنسبة لمحبي الموسيقى فما زال التيروك عم تتمتع بيس مكبرات صوت من بيتس مع سبوف. بنهاية التجربة كان عندي شوية تعليقات. أكيد التعليقات الجيدة كانت إنه التابلو صار بالمواد الطرية من الجهة العلوية، محرك المتواضع بقدراته الجيدة، ومصروف الوقود الممتاز. هذا يعتبر شيء جيد جدا لفولكس فاجن تيرو. أما الأشياء يلي كنت بدي أعلق عليها أو سلط الضوء عليها هو الشاشة اللي أخرجوها للخارج،
العوادم المزيفة الموجودة بالجهة الخلفية، ويلي أصروا أنه تبين بأربع عوادم مفصولة بالكروم، وبالآخر السعر المرتفع جدا. هذا كان رأيي، بتمنى اسمع رأيكم وتعليقكم. هلا صار وقت ودعكم، على أمل أنه نتلاقى بتجربة جديدة. الله معكم.